مساء الخير. نلتقي في هذا اليوم المجيد ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لنحتفل معا بمناسبة عظيمة ساهمت في التأثير على مسيرة الجنس البشري من خلال مبادئ سامية أصبحت منهاجا يرسم معالم طريق الحقوق الإنسانية. لقد تعرض الإنسان منذ بدء الخليقة إلى انتهاكات مستمرة وجسيمة لكرامته، وصارت بعض القوانين والإجراءات المتخذة تدوس على كرامة الإنسان. وحينما تم إصدار الإعلان بموافقة الأمم المتحدة، ارتفع صوت الضمير الإنساني ليقول كفى وليعطي أملاً بواقع أفضل. وإذا كانت المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترسم معالم الطريق، إلا أنه وللأسف فإن الانتهاكات لا زالت متواصلة على نطاق واسع في العالم، وخصوصاً في ظل عدم وجود آليات دولية رادعة تضرب على يد المنتهكين لحقوق الإنسان وتنتصف للمنتهكة حقوقهم. أيها السيدات والسادة، يأتي احتفال العالم هذا العام بمناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار قف لضمان حق إنسان ما، ليذكرنا كأفراد وجماعات بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا لتعميق وزرع العمل الجاد من أجل الانتصاف لحقوق المعترضين للانتهاك وفرض جهودنا على الواقع المعاش. نبارك لكم وللبشرية مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والآن نقرأ عليكم بعض ما جاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة. فالتمسك بحقوق الإنسان هو في مصلحة الجميع، واحترام حقوق الإنسان يساهم في تحسين رفاه كل فرد، وفي تحقيق الاستقرار لكل مجتمع، وبث الوئام في عالمنا المترابط. وهذا عمل يمكن أن يسهم فيه الجميع على كل مستويات المجتمع، وتتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن احترام حقوق الإنسان، ويجب على الأمم المتحدة إلى جانب الشركاء في جميع أنحاء العالم مواصلة تعزيز تدابير التصدي للتجاوزات والعمل بصورة أفضل لمنع الأزمات المتعلقة بحقوق الإنسان. وبإمكاننا جميعا، بل ومن واجبنا، أن نعمل في سياق حياتنا اليومية على النهوض بحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المحيطين بنا، فهذه هي القوة الدافعة وراء الحملة العالمية الجديدة التي يعكف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إطلاقها تحت شعار قف اليوم دفاعا عن حق أحد ما. وبمقدور كل منا أينما وجدنا أن نحدث تغييرا إيجابيا في مجال حقوق الإنسان، سواء كان ذلك في أحيائنا السكنية أو في المدرسة أو في مكان العمل أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في البيت، بل وحتى في حلبات الرياضة في جميع أنحاء العالم. معا دعونا نقف دفاعا عن حقوق أحد ما اليوم وغدا وكل يوم. والآن نقرأ عليكم بعض ما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة. نحن قادرون على الدفاع عن قيم المجتمعات النبيلة والمتعاطفة. عندما تتعرض امرأة لمعاملة سيئة وتعاني من الخوف، بإمكاننا أن نخطو خطوة إلى الأمام لمساعدتها على الحفاظ على حقوقها. عندما يتعرض شخص ضعيف للتعنيف، بإمكاننا أن نتدخل. أينما يحدث تمييز واستغلال، بإمكاننا أن نرفع صوتنا، ونعلم الجميع أننا نرفض هذا الواقع ونسعى إلى وضع حد له. نستطيع أن نتكاتف مع الآخرين حتى نضغط علانية باتجاه تعزيز القيادة والقوانين وضمان المزيد من الاحترام للكرامة الإنسانية في الشارع، في المدرسة، في العمل، في النقل العام،
في صناديق الاقتراع في المنزل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الملاعب الرياضية أينما تواجدنا نستطيع أن نصنع الفارق في حياة شخص ما بل لربما حياة العديد من الأشخاص. انضموا إلى قضيتنا، قصوا علينا قصصكم وسنجمعها لنجعل صوتكم يعلو مدافعا. البداية عند كل واحد منا، قم اليوم ودافع عن حق إنسان. والآن تتفضل السيدة نهى حسن عضو الجمعية البشرية عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لتقرأ بيان الجمعية بهذه المناسبة. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. بيان صادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. يحتفل المجتمع الدولي في 10 ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يصادف صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، والذي شكل منذ إطلاقه حادياً لضمير البشرية وبات قانوناً سامياً، كما أصبح الالتزام بمواده في عالم اليوم معياراً كاشفاً لمدى التزام الدول بشرعة حقوق الإنسان ومؤشراً على سلامة العلاقة بين جميع الأطراف، ومعياراً تصنف على ضوئه الأنظمة السياسية بين منتهكة للحقوق الإنسانية الكونية الواردة في الإعلان أو محترمة لها. ويحدو الأمل البشرية في أن يتمكن المجتمع الدولي بعد أن قطع شوطاً كبيراً من مسيرته الحضارية أن تتوفر آليات دولية ملزمة قادرة على محاسبة وردع المنتهكين لحقوق الإنسان، بحيث تتخلص البشرية مما يحيق بها من آلام وبؤس وممارسات تتنافى مع الكرامة الإنسانية. وفي هذا العام اتخذت الأمم المتحدة عبارة قف اليوم مع حقوق إنسان ما شعاراً لاحتفالها، منطلقة من مبدأ كونية حقوق الإنسان وضرورة التضامن بين الأفراد والجماعات بما يحقق عالماً خالياً من الانتهاكات والفقر والتمييز واللامساواة. كما أن هذا الشعار يأتي ليذكرنا بواجبنا الإنساني كأفراد وجماعات تجاه الغير، وأن كل فرد في أي مكان في العالم مسؤول عن حقوق الآخرين باعتبار أن هناك إنسانية مشتركة، وأننا بدون استثناء مسؤولون عن صيانة حقوق الإنسان والوقوف صفاً واحداً من أجل سيادة تلك الحقوق. إنه من المؤسف أن تحتفل سنة أخرى بهذه المناسبة المجيدة في ظل استمرار تردي الوضع الحقوقي بشكل عام وإصدار المزيد من القوانين المشددة والأحكام القضائية المغلظة بما في ذلك أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية والإبعاد. يضاف إلى ذلك ما تمر به منطقة الدراز من حصار جاوز 100 يوم، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الحقوقي. إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم حقوق الإنسان تساند دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأهمية الالتزام بضمان الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان للجميع، وكذلك دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين بضرورة تكثيف جهود الدفاع عن حقوق الإنسان، وكون أي عمل يبذله أي منا باتجاه ذلك هو مهم جدا ويمكن أن يحدث فرقا. وبهذه المناسبة تجدد الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان دعوتها إلى ما يلي: التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي اندلعت في عام 2011 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان بشأن الإصلاح الحقوقي، إيقاف خطابات الكراهية وتجريمها أياً كان مصدرها والتكريس الفعلي لجهود إعادة اللحمة الوطنية،
السماح للمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان لزيارة البلاد والتعاون التام مع الآليات الحقوقية الدولية، تعديل القوانين وموائمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية، وإعادة النظر فيما صدر من قوانين ماسة بحقوق الإنسان، التحقيق في شكاوى التعذيب ومحاسبة من يثبت تورطهم في الانتهاكات، تعديل القوانين التي من شأنها المس بحقوق الطفل والمرأة، وإصدار قانون متطور للأسرة يأخذ بما جاء باتفاقية السيداو بعيداً عن التحفظات والتجاذبات، إطلاق سراح كل موقوف أو سجين رأي وكل من مارس حقه في التعبير والتجمع السلميين مع ضمان ممارسة هذا الحق بكافة أشكاله وسبله، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمصورين والإعلاميين وعدم التعرض لهم، وإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين منهم لقيد أو شرط، ورفع أوامر المنع من السفر المتخذة تجاه بعض النشطاء، الانخراط في مقتضيات العدالة الانتقائية دون إبطاء، ضمان العمل على تأكيد استقلالية وفعالية وحيادية الهيئات المشكلة لحماية حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية، رفع القيود عن مؤسسات المجتمع المدني في ظل قانون متطور وتعديل قانون المنظمات الأهلية بما يضمن حرية حركتها وعملها وتمويلها، وإصدار قانون متطور للصحافة والنشر بما يحقق الحرية التامة وفتح فضاء الإعلام، الالتزام بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بإجراءات الاحتجاز والتحقيق والمحاكمات العادلة وإيقاف العمل بعقوبة الإعدام، عدم اللجوء إلى عقوبة سحب الجنسية خلافاً للقانون والقوانين الدولية، رفع حالة الحصار المفروضة على منطقة الدراز. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، 10 من ديسمبر 2016. وبناء على رغبة المهندس عبد النبي العكري بتوجيه كلمة قصيرة، نفسح له المجال فليتفضل مشكورا. مساء الخير جميعا. والحقيقة انه يعني لها مغزى ان نحتفل باليوم العالمي لحقوق الانسان على ارض الوطن. لعقود كنا يعني نحتفل فيه في المنفى، وطبعا هذا في الخليج كله نحتفل فيه في البحرين وفي الكويت. وأنا الحقيقة كل واحد منكم أقدر حضوره لهذه المناسبة. طبعا نحتفل فيه في ظل ظروف كلكم تعرفونها، وأنا أريد هنا أن أركز على قضية واحدة وهي مسألة النشطاء حقوق الإنسان أو المدافعين عن حقوق الإنسان. المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء هم ناس متطوعون، كل واحد عنده شغلته، الطبيب، المهندس، المدرس، المحامي، إلى آخره، المرأة، الرجل. هؤلاء من وقتهم، من حياتهم، بمخاطرتهم، بحياتهم، بوقتهم، بعائلاتهم، براحتهم. إذن يجب يكون هناك في تقدير لهذا الموضوع. طبعا يعني باستثناء يمكن سنتين أو غيرها في العهد الجديد، يعني اللي كان فعلا شعرنا بالاطمئنان، الباقي كلكم تعرفونه. أريد هنا أن أطرح نقطة. نحن لا نطالب كحقوقيين بامتيازات، لا، نحن نطالب بالضبط. نحن نقوم بواجب وطني وإنساني مضمون في الدستور، مضمون في القوانين، على الأقل روح القوانين وليس كل القوانين، مضمون باتفاقيات دولية ومنها الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة، ومملكة البحرين موقعة منضمة إلى هذا الاتفاق. ولكن على امتداد السنوات ممثل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في أكثر من تقرير يذكر عن اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان البحرينيين أو النشطاء الحقوقيين البحرينيين.
أنا هنا أريد أن أذكر، هنا في خيار عند الحكومة، إذا تريد أن تتعاون مع الأمم المتحدة ومع الدول ومع المجتمع الدولي ومع شعبها بالأساس، أن تحترم هذه الاتفاقيات وهذه الالتزامات، وأيضا أن يكون هذا الإنسان الذي هو يقوم بمهام المتطوع يقوم باطمئنان. كلنا نعرف الآن وقرأ بيان الجمعية، هناك من هو في السجن، هناك من هو في المنفى، وهناك من هو مفصول عن عمله، هناك من هو مهدد. وفي الأخير آخر هذه السنة كلكم تعرفون عن قائمة الممنوعين من السفر في جون في شهر 6 لدورة مجلس حقوق الإنسان، ثم تكرر ذات الشيء في أغسطس لمنع المشاركة الحقوقيين وغيرها في دورة سبتمبر، هذا يتكرر. والآن كلكم تعرفون بأن وصلت القائمة إلى المؤكدين 34، وحدثت اتصالات والأمم المتحدة وغيرها من الدول إلى آخر ذلك، ثم جرى يعني بعد ما منعوا ولإيجاد مبرر لمنعهم جرى التحقيق أمام النيابة العامة يعني اتهامات مضحكة، لا أقول أكثر، يعني كلكم تعرفون أنها مضحكة، لتبرير أنه والله هذا الإنسان، ثم فجأة رفع هذا المنع. لكن هل هناك في ضمانة لعدم تكرار هذا المنع؟ أقول لا. ولذلك يجب أن تكون هناك في جهود لمنع لعدم تكرار منع الحقوقيين من العمل من النشاط والحركة والسفر إلى آخر ذلك. وأقول هذه المناسبة أريد أن أذكر الحكومة بشيء، في يونيو أعتقد 2012 كانت المراجعة الدورية الأولى لحقوق للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وحدث شيء في الأمم المتحدة لم يحدث في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، عندما ونحن موجودين في جنيف بدأ التشهير والتحريض ضدنا في الصحافة في البحرين، ورفرجيناها إلى دوبوي لورا دوبوي اللي هي رئيسة مجلس حقوق الإنسان من أوروغواي، وفجأة كان لها موقف شجاع ووقفت وقالت أريد أن من رئيس الوفد اللي هو دكتور صلاح علي وزير حقوق الإنسان تعهد بأن لا يمس هؤلاء الناس عندما يرجعون لوطنهم، وثارت ضجة وأن يعني وحوصلت حتى دوبوي بحيث اضطر الشرطة الأمم المتحدة تتدخل لتحميها. هذا موقف العلني باللوم والغيرة لم يحدث في تاريخ في 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 جنيف، وأكد الوزير أنهم محميين إلى آخر ونحن نرى ما هي النتيجة. إذن ليس من صالح حكومة البحرين أن تضيف ملف جديد اسمه المنع الحقوقيين من السفر، ليس يعني من واجبها، ونحن ما نطالب بامتيازات أن تحمي، احنا ما نبغى منهم يحمونا بمعنى يخلون معنا بادي جارد، لا يعني يريد ان يكفوا عنا، بس هذا الذي نطلب، ويتركونا نعمل. كلنا نعرف ان الجمعيات محاصره، تكلم عنها الان الجمعيات الاهليه المستقله من سنه 2010 على الاقل ما تستلم فلس، ممنوع عليها التمويل من الخارج والتمويل من الداخل، والقنقوس كلكم. واذا انا في هذه المناسبه اتكلم بالمنطق العقل، أقول للحكومة ليس هذا من مصلحتكم، وأنا متأكد بأن هذا الترهيب لن يثني الحقوقيين عن مواصلتهم ولن يمنع العمل الحقوقي في الأمم المتحدة أو غيرها. وشكرا لكم وكل سنة وأنتم بخير. والآن يتفضل السيد أحمد الحجيري رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان لإلقاء كلمة بمناسبة تكريم الجمعية للمناضل العمالي السيد سلمان جعفر المحفوظ الذي اطلع بدور هام في قيادة المسيرة العمالية في ظل ظروف حساسة وعصيبة، فاستحق التكريم عن جدارة. مساء الخير جميعاً، أولاً أود أن أبارك لكم هذه المناسبة المجيدة وأن أشكركم على تجشمكم عناء الحضور، ولكن من سنكرمه يستحق هذا الحضور وهذا التعب في الوصول إلى هذا المكان. كلنا نعرف ماذا حدث في فبراير 2011 وكيف وجدنا أعداداً كبيرة تقدر بالآلاف
من المفصولين من أعمالهم والموقوفين في وضع لم تشهده حتى المنطقة، أي جزء من هذه المنطقة. وكانت الحركة العمالية تهتز تحت أقدام النقابيين والحقوقيين في آن ما، ولكن قيض للحركة النقابية والعمالية أن تكون في قيادة من يستطيع أن يقف في وجه العاصفة وأن يتماسك في وقت عز فيه التماسك. ولكن بفضل حكمة من كان يقود السفينة في ذلك الوقت، وأقصد السفينة العمالية، استطاع أن يحافظ على شعث ولما شعث الحركة النقابية وأن يصل بها إلى بر الأمان. وبفضل مساندة جميع النقابيين في ذلك الوقت، سواء السابقين أو من كانوا في وقت العز ما حدث، سيد سلمان كان ثابتا وقويا في تلك الفترة، واستطاع من خلال حكمته أن يصل إلى نتائج طيبة في استطاع من خلالها الحفاظ على حقوق العمال ومكاسبهم، ومن خلال التفاوض الحكيم استطاع أن يدخل عناصر أخرى في المفاوضة ساعدته على النجاح في إعادة أعداد كبيرة من المفصولين، ولم يتبقى منهم إلا الجزء البسيط. ونحن نعرف أن الضغوط التي استطاع أن يوفرها السيد سلمان جعفر المحفوظ في ذلك الوقت استطاعت أن تنجح في ما يعني عجز عنه الآخرون. طبعا هذا يعني نحن نقدر للسيد سلمان هذا الجهد وهذه الحكمة والصلابة والقوة، ونعتقد أنه استطاع من خلال عمله أن يلتقي معنا في حق الإنسان في العمل، وأن يكون الإنسان مصان الكرامة وله حق العمل بدون أي اعتراض وبدون أي انتقاص. ونحن نكرمه، يعني هو يستحق أكثر من التكريم الذي سنقوم به، ولكن هذه الإمكانيات، ونأمل أن نرى ما ستسطره الأيام القادمة في عن هذا التاريخ الذي حدث. نشكره باسمكم جميعا وباسم الحركة الحقوقية لما قام به، ويشرفنا أن يكون صاحب الدرع الذي أقيم باسمه موجود بيننا. يعني فعندنا قمتين، قمة عمالية وقمة وطنية، الرمز الوطني أحمد الشملان له طول العمر دائما حاضر بيننا، واستطاع في عبر الحقب التي مرت الوطنية من أن يكون متوازنا وأن يكون محط أنظار الجميع. شكرا للمكرم وشكرا للمكرم، وليتفضل الاثنان إلى التكريم. شكرا. Thank you.
والآن يتفضل المناضل العمالي السيد سلمان المحفوظ لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أيها الأخوات والأخوة، وقبل الانطلاق فيما أعددت بهذه المناسبة، وليسمح لي الأصدقاء والزملاء أن أقول لكم إن لي في البيت وردة، هذه الوردة التي أشم ريحها وعطرها في كل يوم هي زوجتي التي تستحق مني، إن كان لي أن أقول شكرا فشكرا لزوجتي التي وقفت معي في أحلك الظروف. وطبعا ليس وأنا أقف شكرا لزوجتي أن أكون مقصرا في الشكر لكل من وقف معي من المناضلين على كل الأصعدة، سياسيين كانوا، حقوقيين أم نقابيين، فالشكر لكم جميعا. الأمر الآخر هو أني كنت أصارع نفسي بين أن ألقي خطابي في هذه المناسبة مرتجلا أم مكتوبا، إلا أن هناك صحفي كان ذكي في أسلوبه وبطريقته أجبرني على أن أكتب هذا النص. السيد الفاضل أحمد الحجيري رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إنه من الصعب حقا أن تقول شيئا حين يكون لديك الكثير لتقوله. في البدء لابد أن أعبر عن الحيرة التي تنتابني وأنا أقف في هذا الموقف الذي كرمت فيها الجمعيات البحرينية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، قامات حقوقية ونضالية كبيرة أشعر حقا أمامها باحترام عميق، وأيضا لمن تحمل اسمه هذه الجائزة الرفيعة. لكن أقول دائما إن عزاء من يكرم في مثل هذه المواقف، ولكي لا يأخذنا بريق التكريم عن عظمة التواضع، هو أن نؤمن أن التكريم ليس لشخص ما بل لمبادئ وقيم وممارسات. فإن كنا مؤمنين إن التكريم ما هو إلا للمبادئ والقيم والسلوك، سنعرف إن الأشخاص يذهبون ويأتون، وما يبقى هي تلك البصمات التي يتركونها ليحكم عليها الناس، كما نعبر عادة الحكم للتاريخ. وإذا كان من إشارة على ذكرها هنا
وأنا لا أمثل شخصي هنا، بل أمثل الحركة النقابية البحرينية التي حفرت اسمها منذ زمن طويل في البحرين حتى اليوم. فلا بد من أن أذكر بأربعة أمور مهمة هنا. الأول هو أن حقوق العمال هي حقوق الإنسان ولا فصل بين الاثنين. وقد كانت الحركة النقابية البحرينية منذ ولادتها حتى لحظتها الحالية وفية لهذا المبدأ والتاريخ، يشهد على ارتباطها دائما بآمال وطموحات هذا الشعب، وهو تجلى أكثر ما تجلى في أزمة 2011 حين وقفت الحركة النقابية في خندق واحد مع شعبها وطبقتها العاملة وصولا إلى الدفاع عن مفصول الأحداث التي حتى توقيع الاتفاق الثلاثي. وتبقى مهمة متابعة عودة من تبقى منهم وأنصافهم جميعا بحسب الاتفاق، مهمة أثق تماما إن زملائي في الاتحاد العام أهلا لها. ثانيا هو أن حقوق العمال حقوق كونية لا محلية ولا إقليمية، وهذا ما تمثل في قيام الحركة النقابية البحرينية بتبني الدفاع عن العمال بغض النظر عن جنسياتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم أو انتمائهم. وحين يعمل النقابي فهو لا يفكر في من حوله فقط، بل يذهب بعيدا إلى ملايين العمال عبر العالم الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة والسوء. ثالثا هو أن العمل النقابي عمل جماعي تختفي فيه الأسماء وتبرز الإنجازات، وبدون عمل جماعي بروح الفريق وانسجام بين القيادات والقواعد النقابية لا يمكن النجاح. وهذا الدرس تعلمناه في 2011 سواء في مرحلة الفصل أم في مرحلة توقيع الاتفاق الثلاثي، وحين وقفت القواعد النقابية والعمالية مع الاتحاد ومنحته الدعم والتأييد والثقة، وهي مناسبة لأن أهدي هذا التكريم وأعلق هذا الوسام لكل من كان حولي من قادة النقابيين عملت معهم وشاركوني أجمل لحظات العطاء والعمل، فلهم كل اعتزازي، إذ بدون دعمهم لم أكن لأحقق شيئا، فتحية لهم. رابعا وبه أختم، إن الحركة النقابية والعالمية النقابية والعمالية لا يمكنها تحقيق طموحاتها في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وهو ما حرص عليه الاتحاد دائما من ارتباط دائم وقوي مع منظمات المجتمع المدني، وهو ما يدفعني بهذه المناسبة إلى دعوة الاتحاد العام وجمعيتكم المناضلة إلى تأسيس لجنة مشتركة تتصدى لمهمة إرساء أرضية صلبة من المفاهيم والأفكار والممارسات التي تعزز الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق العمال. وأنني لأؤمن إن كلاكما جدير بهذا العمل المشترك. ختاما أكرر باسم الحركة النقابية شكري الجزيل وتقديري العميق لهذه المبادرة، وأعرب عن اعتزازي الكبير بأن تحمل هذه المبادرة اسم المناضل الوطني الكبير أحمد الشملان الذي سيبقى محفورا في وجدان وذاكرة شعبنا إلى الأبد. أنا قد انتهيت من النص، وعادة يقولون إن السيد سلمان إن مسك الميكروفون فأطال عليه، لكني قد فاتني أمر هنا فيما كتبت، اسمحوا لي حقيقة أن أقوله بكل صدق وبمشاعر صادقة لا مجاملا، إني
وأنا أقف أمامكم مكرما بهذه المناسبة العظيمة، ومن مبادرة الأخوة التي أشكرهم، هناك منهم قد يكونون أحق مني في هذا التكريم، مناظرين كبار وقفوا معي، فلهم التقدير والتحية مرة أخرى، واسمحوا لي أن أطلت عليكم. والآن نصل إلى ختام الحفل بالتقاط الصورة التذكارية وتناول المشروبات والمأكولات الخفيفة، شاكرين لكم تشريفكم هذا الحفل، وكل عام والأمل معكم يتجدد بعالم أفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.